بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط في تكملة سلسلة شروحات مادة الدراسات الاجتماعية. أبنائي الطلاب، وصلنا ولله الحمد إلى الدرس 23، الدرس الأخير من الوحدة الخامسة ومن منهج مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الأول. أبنائي الطلاب، عناصر الدرس الرئيسة التي تحقق أهدافنا، الدرس 23 علم المساحة. أبنائي، نتكلم اليوم تعريف علم المساحة، نتكلم عن العمل المساحي وأنواع العمل المساحي اللي ينقسم إلى قسمين، عملية الرفع المساحي وعملية التوقيع المساحي. إذن العمل المساحي ينقسم إلى قسمين، الرفع والتوقيع. نتكلم عن فوائد علم المساحة، فوائد علم المساحة. أخيرا أقسام علم المساحة، المساحة المستوية والمساحة الجيدوسية. إذن محاور الرئيسة لدرسنا اليوم تدور حول تعريف علم المساحة، أنواع العمل المساحي، رفع وتوقيع، فوائد علم المساحة، أخيرا أقسام علم المساحة التي تنقسم إلى قسمين، المساحة الجيودسية والمساحة المستوية والفرق بينهما. أبنائي الطلاب، أولا، ما هو علم المساحة أو تعريف علم المساحة؟ أبنائي، هو العلم الذي يبحث في الطرق المختلفة لتمثيل سطح الأرض. يبقى هو علم يبحث في الطرق المختلفة لتمثيل سطح الأرض وما عليه من ظاهرات طبيعية أو بشرية، وتوقيعها على خرائط بمقياس رسم محدد يوافق الغرض الذي أنشأت الخريطة من أجله. إذن أبنائي، علم المساحة هو العلم الذي يستطيع أن ينقل الظاهرات الطبيعية والبشرية الموجودة في الطبيعة، ينقلها إلى الخرائط بمقياس رسم محدد. يعني أنا عندي ظاهرات طبيعية، علم المساحة الظاهرات الطبيعية والبشرية الموجودة في الطبيعة، هو يستطيع أن ينقل مثل هذه الظاهرات الطبيعية والبشرية بطرق معينة إلى الخارطة. إذن علم المساحة تعريفه هو العلم الذي يبحث في الطرق المختلفة لتمثيل سطح الأرض وما عليه من مظاهر طبيعية أو بشرية، وتوقيعها على خرائط بمقياس رسم محدد. طيب أبنائي الطلاب، ما أبرز المعالم التي تساعد المساحة على تمثيل على الخرائط؟ أرجو منكم التركيز في هذه النقاط أبنائي. يعني ما أبرز الأشياء أو المعالم الأساسية اللي يمكن المساحة تساعد على تمثيلها في الخرائط؟ أولاً، معالم طبيعية، أكرر، معالم طبيعية، يعني لا دخل للإنسان فيها. من أمثلة المعالم الطبيعية الأنهار، الهضاب، الجبال، البحار، القارات. دي بنسميها معالم طبيعية. ممكن يجيني سؤال، من أمثلة المعالم الطبيعية أذكر الأنهار، الهضاب، الجبال، البحار، القارات، ويمكن عن طريق علم المساحة تمثيل هذه الأشياء على الخرائط. أيضا تساعد المساحة في تمثيل المعالم الصناعية. هي المعالم الصناعية زي المباني، القرى، الطرق، السكك الحديدية، حدود الدول، الملكيات الخاصة والعامة. دي اسمها معالم صناعية. يعني مثلا تلاقي خارطة بحدود قطعة أرض أو معينة، أو خارطة للأحياء، أو خارطة للقرى، أو خارطة الطرق، أو خارطة السكك الحديدية. كيف عملنا هذه الخرائط؟ عن طريق علم المساحة. في من أبرز الأشياء اللي يمكن تساعد العلم المساحة على التمثيل على الخرائط، المنشآت الهندسية. مثل أمثلة المنشآت الهندسية السدود، استصلاح الأراضي، والأنفاق. يبقى إذن الأنفاق من المعالم الطبيعية والصناعية والهندسية للأنفاق من الهندسية. استصلاح الأراضي من المعالم الطبيعية والصناعية والهندسية، لا، أقول له استصلاح الأراضي من المنشآت الهندسية، السدود من المنشآت الهندسية، المباني من المعالم الصناعية، السكك الحديدية من المعالم الصناعية، حدود الدول من المعالم الصناعية، الجبال والبحار والهضاب من المعالم الطبيعية. أبنائي، العمل المساحي ينقسم العمل المساحي إلى قسمين، رفع
وتوقيع. ما الفرق بينهما؟ أبنائي، عملية الرفع هو نقل المعالم التي في الطبيعة إلى الخريطة. يأتي مهندس المساحة أو المساحي ويعاين أو يقوم بجولة في قطعة أرض معينة أو في شيء معين وينقل أبعاثها إلى الخرائط. إذن الرفع هو نقل المعالم التي في الطبيعة إلى الخريطة. أما الثاني التوقيع هو نقل المعلومات من الخريطة إلى الطبيعة. أريد أن أبني قطعة أرض معينة في تخطيط ليها، المهندس يأتي ما هو موجود في التخطيط يقوم بتنفيذه، يبقى ده اسمه التوقيع. ما الفرق بين الرفع والتوقيع؟ الرفع نقل المعالم التي في الطبيعة إلى الخريطة، أما التوقيع وهو نقل المعلومات من الخريطة إلى الطبيعة. أرجو عدم المز... أرجو عدم التشابه بينهما، لأن الرفع نقل المعالم التي في الطبيعة إلى الخريطة، أما التوقيع نقل المعلومات من الخريطة إلى الطبيعة. أبنائي، لماذا علم المساحة أو فائدة علم المساحة؟ علم المساحة له العديد من الفوائد. أساس مهم في معظم المشاريع الهندسية، هذه المشاريع الهندسية أساس مهم جدا في تنفيذ أي مشروع هندسي وعلم المساحة. 2، الحاجة إليه في مجالات الحياة المختلفة زي تقسيم الأراضي وتحديد المواقع. عشان نقسم الأراضي ونعرف الأبعاد بالضبط لابد من علم المساحة وتحديد المواقع. أساس في عمل الخرائط في مختلف الأغراض. إذن علم المساحة علم مهم جدا لأنه أساس في معظم المشاريع الهندسية. الحاجة إليه في مجالات الحياة المختلفة زي تقسيم الأراضي وتحديد المواقع، وأساس في عمل الخرائط. أبنائي، ماذا نستفيد من علم المساحة؟ إيه اللي بيقدم لنا علم المساحة؟ أولا نستفيد من علم المساحة في دراسة شكل الأرض العام وتحديد تفاصيلها الداخلية وحدودها، يعني بيحدد لك تفاصيل الأرض وشكل الأرض بصفة عامة. 2، نستفيد من علم المساحة في حساب مسطحات الأراضي أيا كان أشكالها بهدف استثمارها أو تحديد الملكيات فيها. يبقى حساب مسطحات الأراضي ونعرف مساحتها كام بالضبط. معرفة ارتفاعات النقط المختلفة على سطح الأرض وانخفاضها مقارنة ببعض أو بأي مستوى أفقي معلوم. يعني هذا المهندس بيحسب ارتفاعات النقط بعضها عن بعض ومستويات معينة، وده شيء مهم جدا. تساعد علم المساحة في تمثيل سطح الأرض وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية وتعيين مواقع المشروعات الهندسية المختلفة على الخرائط. توقيع المشروعات الهندسية وتنفيذها أي تنفيذ رسومات المشروعات، يعني توقيع يساعد علم المساحة. معنى توقيع يعني نقل الرسومات من على الخرائط إلى الطبيعة وتنفيذها، يعني تنفيذ رسومات المشروعات والخرائط على الطبيعة. إذن علم المساحة علم حيوي ومهم وضروري جدا. أبنائي، آدي خريطة المساحة. أبنائي، أقسام المساحة. أولا تنقسم المساحة إلى قسمين كبيرين، المساحة الجيودسية والمساحة المستوية. نعرف الفرق بينهم. المساحة الجيودسية تعني تحديد نقط على سطح الأرض للمساحات الشاسعة. يبقى إيه؟ المساحة الجيودسية تهتم بالمساحات الشاسعة مع الأخذ في الحسبان كروية الأرض. وتمتاز المساحة الجيودسية إنها أعلى دقة من حيث القياسات والأجهزة المستعملة. إذن المساحة الجيودسية تركز على مساحة كبيرة من الأرض تأخذ في حسبانها كروية الأرض. نمرة 2، هي الأعلى دقة. طيب، ما الفرق بينها وبين المساحة المستوية؟ المساحة المستوية تعني الأعمال المساحية التي تغطي جزء صغير من سطح الأرض. إذن الأعمال المساحية تغطي جزء صغير من سطح الأرض دون الاهتمام بكروية الأرض، وذلك لمحدودية المساحة المغطاة بالعمل المساحي. إذن المساحة المستوية هدفها مساحة صغيرة جدا من الأرض مع عدم الاهتمام بكروية الأرض، وذلك لمحدودية المساحة، وهي أقل دقة من المساحة الجيودسية. إذن أقسام المساحة: جيودسية، مستوية. المساحة الجيودسية دقيقة جدا، تأخذ مساحات كبيرة، تأخذ في اعتبارها كروية الأرض. نمرة 2، أما المساحة المستوية هي الأعمال المساحية التي تغطي جزء صغير من سطح الأرض دون الاهتمام بكروية الأرض. أبنائي، تنقسم أيضا المساحة المستوية اللي هي الأخيرة اللي احنا خدناها، تنقسم إلى قسمين. يبقى المساحة الجيودسية خلاص، المساحة المستوية اللي بتركز على مساحة صغيرة دون الاهتمام بكروية الأرض إلى قسمين.
مساحة طبوغرافية ومساحة تفصيلية، ما الفرق بينهما؟ المساحة الطبوغرافية الغرض منها رسم الخرائط التفصيلية من أجل بيان ما تحويه الأرض من معالم طبيعية وبشرية، وكذلك إنشاء خرائط تمثل الارتفاعات والانخفاضات في الأرض مرفوعة على هيئة خطوط كونتور وتستعمل في الإنشاءات المختلفة. إذا المساحة الطبوغرافية هدفها رسم خرائط تفصيلية، بنسميها أبناء الطلاب خرائط كونتورية. الخرائط الكونتورية توضح لك معالم الأرض والارتفاعات والانخفاضات، مستوى الارتفاعات والانخفاضات، ودي قسم مهم جدا من أقسام المساحة الطبوغرافية. أما أبنائي المساحة التفصيلية الغرض منها إنشاء خرائط تفصيلية وبيان المعالم والتفاصيل الخاصة، مثل تحديد الملكيات الأراضي العامة والخاصة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية. إذن المساحة التفصيلية هدفها شيء مهم جدا، بيان المعالم والتفاصيل الخاصة زي تحديد ملكيات الأراضي العامة، ملكيات الأراضي، الحدائق، المنتزهات، الشواطئ، والخاصة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية. يزور الطلبة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة ثم يجيبون عن الآتي: ده الموقع أبنائي الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة، أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة: الصور الجوية الرقمية، نماذج التضاريس الرقمية، المسح البحري وتصريح وتدريب المسح البحري، أبرز المنتجات اللي بتصدرها الهيئة: الخرائط العامة، الخرائط المصورة، الخرائط البحرية، نماذج الارتفاعات الرقمية. أبنائي، تقسيم أو أنواع المساحة حسب طبيعة العمل والهدف. أولا، تنقسم المساحة حسب طبيعة العمل إلى مساحة أرضية، يعني كل ما يتعلق بالأرض، في مساحة فلكية، كل ما يتعلق بالفلك، في مساحة ملاحية، لكل ما يتعلق بالمسطحات المائية. إذن المساحة لها تقسيمين حسب طبيعة العمل، حسب الهدف. حسب طبيعة العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المساحة الأرضية، وفيها تجميع المعلومات المساحية بالقياس المباشر على سطح الأرض، يبقى هدفي تجميع المعلومات على سطح الأرض، يطلق عليها المساحة التقليدية. طيب، في المساحة الفلكية، تكون لمعرفة الحسابات الفلكية لتحديد الزمن والمواقع على سطح الكرة الأرضية ومعرفة الشهور وأوقات الصلاة وتحديد القبلة، كل ما يتعلق بالفلك والنجوم وغير ذلك. في المساحة الملاحية، تتناول القياس والوصف الخصائص الطبيعية للأجزاء القابلة للملاحة البحرية زي المحيطات، البحار، السواحل، البحيرات، الأنهار، إلى إضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن. إذن مساحة أرضية تختص بسطح الأرض، مساحة بحرية تختص بالمسطحات المائية، محيطات وبحار، مساحة فلكية تكون لمعرفة الحسابات الفلكية لتحديد الزمن والمواقع على سطح الكرة الأرضية. هناك تقسيم لعلم المساحة حسب الهدف إلى مساحة عسكرية ومساحة جيولوجية. مساحة عسكرية هدفها أبناء كل ما يتعلق بالأعمال العسكرية والأراضي ومناطق الدفاع وغير ذلك. مساحة معدنية هدفها البحث عن المعادن. مساحة جيولوجية هدفها دراسة تركيب الصخور. المساحة الأثرية هدفها البحث عن الآثار. المساحة العامة كل هذه الأشياء. في أجهزة كبيرة جدا أبنائي تستخدم في العمل المساحي: جهاز السيديوليت يستعمل لقياس زوايا قياس دقيق، في جهاز القياس الإلكتروني ذو التحكم عن بعد يستعمل في المسح بكاميرا مرتبطة بطريقة التحكم، في الحامل الثلاثي ده أداة لحمل جهاز القياس مزونة بميزان تسوية الدقة. أبنائي، وصلنا إلى تقويم الدرس 23. يذكر الطلبة ثلاثة أمثلة لاستعمالات المساحة. أولا، تستعمل المساحة في المشاريع الهندسية، في تقسيم الإدارية وتحديد المواقع، في عمل الخرائط في مختلف الأغراض. يذكر الطلبة ثلاثة من فوائد علم المساحة: دراسة شكل الأرض وتحديد تفاصيل الداخلية وحدودها، حساب مسطحات الأراضي أيا كانت أشكالها بهدف استثمارها وتحديد الملكيات فيها، تمثيل سطح الأرض وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية. كل دي فوائد لعلم المساحة. ما الفرق بين المساحة الجيودسية والمساحة المستوية؟ ذكرنا أبنائي أن المساحة الجيودسية تغطي سطح الأرض المساحات الواسعة مع الأخذ في الحسبان كروية الأرض، أما المساحة المستوية تغطي جزء صغير من سطح الأرض دون الاهتمام بكروية الأرض.
ما الغرض من المساحة الطبوغرافية؟ أبنائي، الغرض الأساسي من المساحة الطبوغرافية رسم الخرائط التفصيلية من أجل بيان ما تحويه الأرض من معالم طبيعية وبشرية، وإنشاء الخرائط التي تمثل الارتفاعات والانخفاضات في الأرض وتستعمل في المنشآت المختلفة. أبنائي الطلاب، إلى هنا قد نكون انتهينا من شرح الدرس 23 بعنوان علم المساحة، وهو الدرس الأخير في المنهج. وفقكم الله وبارك مجهوداتكم وسدد خطاكم، وبالتوفيق والنجاح. كان معكم معلمكم الأستاذ سامي البدري علي عبد الرحمن، معلم الدراسات بالقسم المتوسط.